خلاص انا عندي قصه براي في نفسي ابغى احكيها لك. يعني انا فعلا بملاريا عندي ولدين، بنت وولد، مرضوا يعني، شفت كيف؟ وكل اللي يعلم الخالق ما كان عند اي حاجه. المره شالتهم ودخلتهم العياده، بعدين الناس العياده معنا شنو ركبوا فيهم دربات، يعني دربات، بعدين الدربات انا قايل ما لقوه درب يعني بانفه، يعني الجنه درب بانفه. قالوا لي اشتري له الشيء الفلان والشيء الفلاني. انا حسي مشيت عشان القى سلفيه وخابصت بجاي ما لقيت السلفيه، ما لقيت السلفيه. جيت جبت كيف حتى البرتقال اللي اشتري بها ما لقيتها. خلاص جيت راجع في الاولاد وقعدت جنبهم، شفت الاولاد بس يعني بيصرف عينهم، يعني يصرف عينهم وحمه فيهم شديده، ومركبين فيهم درب درب بتاع مديده فينا، الدرب بتاع مديده مو درب بتاع لا لا بتاع الملح واي حاجه، درب بتاع مديده. ها في النهايه لا من انا تاني عشان ما اشوفهم قبضته في السوق ده ما لقيت حاجه. اولادي تب لا من جيت ارجان الجنا ميت. تاني قبضته بالليل، قبضته في السوق عشان القى حاجه امسكها في خشم ان شاء الله يبل ريقه بعد يموت. ما لقيت، ارجاني ميت. شلت الجنادي والبت خليت معها المرأة، وأنا شلت الولد جنازة ميت، شلت جبته هنا جاي. جيت مشيت معناته خطيت هنا خليت معه زول عشان السلف التوب اللي بنلف فيه ده لقيته، سلفني ليه واحد ما لقيت منه برتخانة لكن سلفني التوب. تاني معناته شنو لما رجعت عشان أعرف حال البت أرجتني ميتة، شلنا البت يوم واحد كلهم معناته شنو بيت بات هنا بس، شفت كيف رقدتهم هنا كل انا مو باكل، المرأة مو ماكلة، الأولاد التانيين مو ماكلوا، والحمد لله رب العالمين صبيحة بكرة يعني أنا شلت الهدام اللي بيلبسوه، شفت كيف ناقمت الناس، أنا براي عيان، ناقمت الناس وشالوهم ودوهم المقابر. هذا الشيء أصعب شيء قابل ليوم الليلة، ليوم الليلة أنا ما أشوف البت بتفتح خشمة للموت، يعني ليوم الليلة بتذكر. ده هو الشيء اللي قابلنا، ويحصل كل إنسان ممكن قابله ده بيقابل أي شيء.